أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. أنهت الفنانة دنيا بطمة حفلاتها بفرنسا وتحديدا بمدينة ليون بعد أن أمضت فيها حوالي 4 أيام، حيث أحيت آخر حفل زفاف مساء يوم الأحد لعريسين سعودي ومغربي. ونشرت دنيا مجموعة من الصور لها أثناء تجولها بشوارع المدينة، كانت أبرزها إطلالتها بسروال جينز وتيشورت أبيض من علامة كوتشي، وأرفقته بحذاء بكعب عالي باللون البيج وحقيبتي باللون الأحمر الأرجواني. ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، خصوصا النساء التي أشبن بقوامها الممشوف وتساءلن كيف استطاعت الحفاظ على رشاقتها رغم الحمل والولادة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.